فظلت ساهرة لم تلحق بأترابها الهاجعات، كانت جوارح النشوة تهتف بالنجاح بالنجاح يا حفيدي الغالي. وبإذن الله تحقق حلمي المنشود، ها هي فرحتي تنسل إلى نخاع الروح. يا من أهديتني نبراس نورا مشعا، هذا بالنسبة للحفيد تامر. أما بالنسبة للحضور الكريم، أقول غطست كلماتي برحيق الحبك، ولفلفتها بزهر الليلك، وجئت أقدمها لكم عنوان محبة ووفاء. فتحية عطرة مضخمة بأسمى معاني التقدير والعرفان. أما بالنسبة لجيل الشباب، أقول خوضوا الصعاب ولا تملوا، أنتم لستم زمنا من أزمنة الحياة، بل أنتم إرهاق في الحس وتوقد في العزيمة الدافعة التي تدفع عجلة المجتمع إلى الأمام. فمعا لندع الفكر يسير مع الفكر، والجهود تتعانق مع الجهود، والقوة تتحد مع القوة، ولننشد معا أناشيد التحدي والرسوخ. فالثبات الثبات، هكذا الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله. أشكر الشيخ أبو نعيم سلمان خير. دعونا نشاهد سوية فيلما قصيرا عن بطلنا تامر. الله يحفظك.